سعادة الوزير، هرجع لك تاني على الملفات الشائكة اللي دخلنا فيها وكنا بنحاول نطفي فورة الغضب. كنا بنبني جسور قبل كده. لا حضرتك بتبني جسور، بس احنا عايزين نبني جسور. ايوه نبني بقى دلوقتي دور الإعلام، وأنا بركز قوي على دور الإعلام عشان احنا عايزين نستفيد في المرحلة الحالية في أعقاب العملية الانتخابية وكل ما جرى في الانتخابات وان تغطيات إعلامية. أنا بقول إحنا بنخسر على أنفسنا في الإعلام، لكن كان الإعلام أدى أداء في تقديري كان جيد في الفترة الحالية في التغطية. ده صحيح. كيف أبني على هذه الإشارة الجيدة إن إحنا ممكن نعمل حاجة كويسة خلال الفترة القادمة الأربع سنوات؟ سعادة السفير بيتكلم بشكل واضح، بيبص للمستقبل، أستاذ محمد بيبص للمستقبل إن عندي لجنة دائمة، والدكتور أحمد بتقول صورة مصر للخارج. إزاي أدفر ده كله مع بعضه وأقول للإعلام رسالة يعني إيجابية؟ يعمل ايه خلال الفترة القادمة؟ هو في الفترة القادمة 18-22 امامنا قضية الارهاب ولازم نحسمها، واحنا اوشكنا على ان احنا نحسمها. اثنين، امامنا قضية التنمية واللي بدأناها ولابد ان احنا نواصل فيها الى النهاية. امامنا قضية البناء السياسي وبناء الوعي الديمقراطي عند المواطن، وده الدور الأساسي في القضية الأخيرة إلى جوار دور الدولة وأجهزتها هو دور الإعلام. لأنه إذا بنتكلم على المجتمع، أنه لابد أي مجتمع لابد أن يكون فيه قوة عسكرية وقوة اقتصادية وقوة إنتاج وقوة عمل، لابد أيضا أن تكون هناك قوة الإعلام التي تنقل هذا. وهرجع تاني اللي كنت بقوله في البداية، إعلام بلا كفاءة يبقى مشكلة. احنا عندنا لابد ان نراجع القواعد المهنيه وان نلتزم بيها ونلزم انفسنا بيها قدر الامكان. اعلام بلا كفاءه عشان ما عنديش كوادر ولا اختيار كوادر غلط. دكتور حنان هتجاوبي، لانه انت بتطلعي كوادر، ما انت بتعملي كليه اعلام. صح. يعني الدكتور الاستاذ حلمي بيقول ما عنديش كوادر، وانت حضرتك المفروض تخرجي كوادر. لا مش بقول كوادر، انا بتكلم كفاءة. في الكفاءه. في عندي مشكله في الكفاءه. طب حلها ايه عشان ما اقولش يعني حلها ايه؟ حلها بسيط جدا. رقم واحد، الالتزام والتدقيق في الالتزام بالمعايير المهنيه. مين هيحط المعايير المهنيه؟ المعايير المهنيه موجوده يا فندم. لماذا لا تطبق؟ لماذا لا تطبق؟ نتكلم بمنتهى الصراحه. لماذا لا تطبق؟ لانها ينبغي ان تطبق. المجالس بتتعمل عشان تطبق. ما طبعا بتتعمل عشان تطبق. لما ما بتطبقش، انا في تصوري يبقى في حد مصر يوقع المؤسسات دي، المؤسسات الاعلاميه. وهي من امتى طبقت ميثاق الشرف الاعلامي والصحفي؟ لا بغض النظر عن الميثاق، في تقاليد مهنيه وتقاليد اعلاميه كانت مطبقه ومعمول بيها، ان لما حد ينشر خبر كاذب يبقى ملزم انه يصححه.